وحياكم من جديد مشاهدينا. فقرتنا شباب هاوي حتكون معنا ضيفة مميزة جدا. ليش؟ لأنها اختارت الرسم كهواية بالرغم من تخصصها في الطب. طبعا هو الفن دائما والإبداع دائما يطلع من شغف ومن محبة لفن معين. فن رسم دودلز نبي نعرف عنه كثير اليوم، ممكن يكون غريب علينا، وأكيد غريب علينا، أنا أول مرة أعرف عنه اليوم. وعشان نعرف أكثر عن هذه المواضيع حيكون معنا مشرفتنا أمليسا البيروتي، رسامة دودلز تحديدا. يا هلا وسهلا يا أمليسا. أهلا، كيف حالك؟ شرفتينا في الاستديو اليوم. كيف الأجواء برا؟ جميلة، هوا يساعد على الرسمة برا؟ أيوة، يعني هوا جيد. دائما يقول لك الفنانين يحبوا يكون عندهم أجواء معينة، يا هوا بارد يا يشوفوا خضار، يعني يستمتعوا وينبسطوا بالأجواء. أنا عن نفسي أنا يجيني نفسي اني انا ارسم اكثر لما انا اذاكر. معقول؟ اكون وسط الكركبه زي كذا، احس انا دائما الفنانين كذا دائما ارسم كويس. جميل جدا. طب خلينا نعرف ايش اكثر امور يا مريسة اللي خلتك تمارسي هذه الهوايه؟ طفش؟ مو طفش، انا لما اكون زعلانه، لما اكون فرحانه، لما كذا ابغى افضي مشاعري، لانه انا لما اتكلم مع احد، طيب مع صحباتي، اعبرهم عن مثلا فرحي زي كذا، احس ما يكفي، لسه عندي كميه مشاعر كذا لازم انزلها افضي نفسي، يعني انزلها على الورق. حلو. مليسيا ما شاء الله ابدعتي في الرسم وابدعتي في فن الدودلز، عرفينا عليه اكثر، لانه اتوقع انه أكثر اغلب مشاهدينا انه فن جديد ومو معروف كثير، فحابين انه يعرفوا عنه اكثر. فن الدودلز هي فن تلقائي عفوي، يعني بدون تفكير مسبق، يعني الواحد يرسم كذا اول ما يمسك القلم خلاص، حتى الواحد لما مثلا يتكلم بالجوال تلاقيه شخمر، يلاقيه شخمر زي كذا، يرسم نجوم، يسوي حاجات كذا غريبه. طيب انا اللي انا سويته اني انا طورت فن الدودلز، انه رتبت افكاري، صرت اربط انه اسوي رسمات طبيه، يعني حاجات اللي انا اخذها في الطب اخليها رسمات. انت تدرس طب الان ما شاء الله عليك، فتاخذي من تستوحي من الطب. ايوه، اروح اخليها رسمات كذا لطيفه عشان ما ادري، يعني اوري للناس انه هذه نظري يعني للطب. يعني دمجتي ما بين الطب وما بين الموهبه اللي عندك. طب عشان نفهم اكثر، ما حسرك لسه عن الالوان، لانه عندي كذا سؤال عن الدودلز. الدودلز هي عباره عن شخاميط تتحول لاشكال، ولا دمج ما بين شيئين؟ ايش الفكره؟ هي فكره انه بس تفضي كذا نفسك يعني من المشاعر الزايده من خلال الرسم، تخليها ايوه تخلي يعني هذا الشيء يخليك مره مرتاح نفسيا. يعني لما الواحد يرسم يشخمط يعبر باللي نفسه. نحن بنشوف صور لبعض من اعمالك، بس انا بعرف يعني انت بتشخمطي في الدودلز، اوكي؟ في النهايه بتطلع صوره معبره، كيف بتطلع الصوره في النهايه؟ صوره معبره ومفهومه. يعني اكون انا مثلا في المحاضره اخذ نوتس، فجاه افصل يصير احط رسمات زي كذا، ارجع البيت اخذ الرسمات هذه اسويها معدله، يعني احاول كذا يعني افصل فيها، احط زي ما احنا شايفين فيه، نشوف كبده ونشوف شيف كبده ونشوف كليه، ما شاء الله عليك، شيء جميل. طيب الرسمات جدا صغيره، ايش اللخامات او ايش الادوات اللي بتستخدميها في الرسم والتلوين؟ اي حاجه موجود حواليا انا استخدم. مثلا في الجامعه، مثلا انا في عندنا حجاره مره كثيره، فانا اخذ الحجاره هذه ارسم عليها، لكن ما جبت الحجاره اليوم. مثلا انا عندي مناديل كمان سويتها، هذه سويت منها ورود، وكمان قارورة كوكاكولا استخدمتها كمان عشان زينة الطاولة. جميلة الفكرة. حبيبي، يعني أي حاجة حواليا أقدر أستخدم فيها في الفن. مثلا نحن عندنا قطعة خشب هذه ما استخدمناها في البيت، ما يعني ما نعرف إيش نحن نستفيد منها، فرسمت عليها. طب هذه المناديل والقارور القزاز اللي تكلمنا عليها، هذه مناديل على فكرة يا جماعة، صارت ورود، معلش أخرجها بس شوف إيش. اربطيها بحديد. ايوه حديد. وايش الالوان اللي استخدمتيها في المناديل؟ هذه هي الوان يعني مناديل ملونه. اوكي، تفضلي. ثانك يو. بس حلو شكلها والله، يعني جميله وغريبه. يعني صح انه شفنا يعني والله انا اول شيء حسبتها فعلا ورود، لكن ما توقعت انها مناديل ابدا، يعني ما تخيلت. نفس الفينشنج حقها جيد جدا، يا ما شاء الله، حتى الخامه نفسها حلوه. طب مليسيا، اكيد الاهل والاصحاب شافوا اعمالك واعجبوا فيها، ايش كانت ردود افعالهم؟ في ناس كانوا يشجعوني، وفي ناس كانوا يقولوا انه لا ما يشجعوني. مثلا زي ماما تشجعني وما تشجعني في نفس الوقت. طب ليش تشجعك وما تشجعني؟ كانت يعني هي احسها تخاف انه انا يكون الرسم هذا عندي يكون ضياع وقت،
وكمان الناس ايش يقولوا؟ ما في مستقبل وما ياكل عيش وهذا الشيء. ما في مستقبل ما شاء الله تبارك الله. يعني هم كذا تفكيرهم، يعني الرسم يعتبر خرابيط، يعني يضيع وقت وزي كذا. لكن هم ما يعرفوا انه من جد الرسم يخليني اكون انسانه فرحانه، لما اكون زعلانه، لما يكون يعني ماني عارف، يعني عندك حاجه او مشاعر معينه زي كذا، خلاص انه ما في بعض الاحيان حقيقه كذا اطالع في الناس ما ابغى اتكلم معهم، ما في خلاص انا طفشة. طلع كل طاقاتك في الرسم. ايوه احطها في الورق. حلو، بس اكيد في كان حوالينك داعمين ليكي. ايوه اكيد، صحباتي بالذات دفعتي في الطب مرة يعني دعموني، يعني جميل يعني. أكيد الوالدة من خوف ليكي أنه أنت في مجال صعب وفي تخصص الطب، فما حبت أنه تخلي أنه شيء يشغلك عن دراستك. وبعدين الناس بعض الأحيان أحسهم يعني ماما خايفة، الناس يزودوها خوف، يعني يقولوا ترى هذا ماله مستقبل، هذا زي كذا، يقعدوا يعني يخلوا ماما تمسك في الخوف حقها. طيب مليسا، انا ابغى اسالك، ما شاء الله في كذا رسمه هنا، يعني انا ضد الناس اللي قالوا لك ما في مستقبل، لانه زي هذه الرسمات مثلا، شوفي هذه الرسمه اللي هنا، بس يا جماعه الخير ابغاكم تشوفوا معي انها تحولت هنا الى ستيكر، وعندك كثير منها وشفنا في الصور ما شاء الله تبارك الله، جميله جدا وفيها تفاصيل يعني حلوه. مستخدمه كذا نوع عشان يعني توضح الرسمات. انا من اول قاعد افكر كيف حولتيها للستيكرز، يعني انت قاعد ترسم كل واحده يعني فيهم ولا ايش؟ يعني شوفوا، انا في البدايه ارسمه عادي على الورق. حلو. طيب في نوعين انا اسويها للستيكرز، يكون رسم ديجيتال خلاص على الكمبيوتر على طول، في بعضها لا تكون على الورق، يعني مثلا انا الون وكل حاجه بي اصورها بدقه عاليه وبعدين اطبعها في البيت، بصير اقصها وخلاص وتصير ستيكرز، وبعد كده تبدا تبيع فيها او تهديها للناس اللي فكره جميله جدا. ويعني اوقات يعني ممكن تكون صح الصوره طفوليه، لكن احنا نحتاج اوقات كثير في حياتنا اللي بعض يعني الصور اللي تلاقي فيها احس انه ترجعنا زمان. هذا الفن اللي انا اسويه استخدم كمان الوان كثيره، يخلي الواحد يكون فرحان مستمتع بالالوان اللي فيه. هذه انت وانت لابسه اللاب كوت؟ لا، هذه صاحبتي وانت هي لابسه اللاب كوت طبعا. بوكيمون وكلهم صاحباتك. جميل. طب ميليسيا، كيف قدرتي انك تعملي توازن بين الهوايه ودراستك في نفس الوقت؟ انا في البدايه مره تخبطت كثير في حياتي، اول ما دخلت الطب كانت صدمه بالنسبه لي، لانه الدوام مره كان طويل من الساعه 8 لين الساعه 5 العصر، وما عندي بريك غير من 12 لوحده، وكنت ارجع البيت ماني عارفه اذاكر ولا استحمى ولا اكل ولا حقيقه انا ضيعت ضياع مو طبيعي. بعدين بعد ما تعودت خلاص صرت احط جدول، يعني خلاص هذا الوقت لازم اذاكر، هذا اليوم لازم اسوي زي كذا، خلاص بعدين سهلت الامور. هي طبيعه في بدايه اي مواضيع او اي تجربه الواحد يشوف ايش اللي له وايش اللي عليه، بعد فتره يبدا يستوعب لا في اولويات يبدا يقسم. بس كويس انك وصلت، في ناس تفضل طول عمرها ما هي واصله نقطه توازن. اصلا الناس كل ما انا اكبر يقولوا، مثلا انا لما دخلت علمي قالوا مستحيل انت حتكملي في الرسم، ترى العلمي يضيع، يعني يخلي الواحد يعني يكون بس عشان لا دراسه. لا مو صحيح، مو صحيح. بعدين لما دخلت الجامعه انت حتنسي الرسم. انا ما نسيت، بالعكس انا دحين وصلت في الطب ما نسيت الرسم، لانه مستحيل حقيقه هذا الشيء الوحيد اللي يخليني فرحانه. مو صحيح، في دكاتره رسامين. انا دمجت الطب في الفن، يعني عادي. مو صحيح، لانه في دكاتره رسامين ممثلين بيشتغلوا في مجالات ثانيه، وكمان مهندسين وعماله، يعني كانوا ضيوفنا هنا في الاستوديو، عندهم هواياتهم وقدروا انه يعملوا بالانس. ابعرف يعني هل ممكن الرسم كهوايه وتحوليه لمشروع تستفيدي منه ماديا؟ بقول لكم سر. طيب في حاجة أنا قاعدة أشتغل. لا يعني ما حقول سر كده، بس كده يعني. أوكي، شيء بينه ما حد سامعنا، خلاص قفل الكاميراتين. قولي. خلاص هو سر يعني. طيب أوكي. طيب في مشروع أنا قاعدة أشتغل عليها، ومرة قريب إنه حتشوفوا المنتجات حقتها إن شاء الله تعجبكم. يعني حتبدأ إن شاء الله مشروع خاص فيك. حلو، سر. يعني أنا بس قلت لكم إنه قاعد اشتغل على حاجه. طيب حلو جميل جدا. والله انا مره مستمتع، انا سابك تسال لم يوم مبسوط. ايش فتك يعني؟ خلصت الدفتر ترى لسه في، بس ابغاك تشوفي هذه. امسك وصح شويه تقيل الكتاب، بس ابغاك تستمتع بهذه. انا ابغى اعرف ميليسا، لازم ان شاء الله قريب حتسوي مشروعك وحتبداي. كلمه بس بسيطه للشباب والبنات اللي عندهم فعلا خليني اقول لك طموح، وعندهم شعور انهم ممكن يوصلوا لمرحله معينه ويحققوا شيء، وناس كثير حولهم بتحطمهم، ايش ابرز حاجه تقولي لهم اياها؟ الناس اللي عندهم حاجه يحبوها ويحبوا يسووها،
المفروض ما يوقفوا مهما لو الناس إيش ما يقولوا يعني، لأنه من يعرف أحس في هذه الحياة يعني لازم يكون في حاجة تحبه تسويه مستحيل تسيبه. طب ومنها صراحة أنا عن نفسي لقيت إنه الرسم هذا الشيء اللي أحس مستحيل أسيبه، مستحيل لو إيش أحس ما أقدر. تعرفي الجميل إنك أنت رديتي على الناس بشغلك وإبداعك والآن مشروعك اللي حيبدأ. وبرضو ماما لسه خايفة. لا إن شاء الله، بالعكس ما شاء الله أنت وصلت المرحلة يعني أعتقد تقدر تصنع قرار بنفسك. تقدر أوكي لازم تستشيري أهلك والناس اللي حولك، لكن بالإبداع اللي احنا شفناه وانت إلى الآن بتدرس طب ومستمرة شيء جميل، وإن شاء الله أنت قدوة لكثير من الشباب والبنات. إن شاء الله. يعطيك العافية. طبعا ميليسا البيروتي رسامة دودلز، عرفنا عن دودلز، عرفنا أن جابت لنا شيء ولا ما حتى في شيء؟ لا أكيد طبعا. أنا أصلا أمس سبت المذاكرة صراحة عشان أسوي لكم هذه الحاجات. الله اوه سبت المذاكرة عشان كذا؟ والله ايوه عشان تروبشت كذا. اخاف اخذها دحين اخر مرة تسوي كذا عشان ماما لا تزعل منك. أكيد. الله الله امسكي انت، خذ اسمعي نختار تحت الهواء. طيب طيب اوكي. اصلا انا جبت هذا الشيء عشان نوريهم المشاهدين. طيب نوريهم بس كذا على السريع كانها ماسكه كنورة كوتشينو. واضحة جميلة الالوان. ما رسمت تراد؟ لا امس انا بس سويت الشيء. وفي حاجة تانية كمان كنت جبتها عشان أعطيكم اللي هي حاجة الكوكاكولا. الله هذه حنحط في الاستوديو خلاص ما ولا وماشي مع الديكور كمان. أكيد حنزين فيها الاستوديو. حقيقي شرفتينا ميليسا البيروتي، شكرا لك. ميليسا البيروتي يعطيك العافية، شكرا لك. والله مبسوطين، الله يسعد قلبك، شكرا لك. مشاهدينا مكملين بفقراتنا لكن فاصل قصير وراجعين.